الذين كان لهم القدر الكبير هنا. اللاعبين البلاطة الذين حصدوا المركز الثاني. هارد لك لفريق بلاطة، هارد لك لهذا الفريق الممتع. ونشاهد الحسرة على هذا الفريق بعد إهدار لهذه الفرصة، فرصة الفوز في هذا اللقب. هنا توزيع الميداليات للمركز الثاني، فريق بلاطة الذي أمتع موسما كامل ويستحق الإشادة ويستحق التصفيق والتحية لهذا الفريق الذي بالفعل متع كثيرا وقدم كثيرا. ومن شاهد هذا الفريق أشاد بأنه كان من أشد الفرق منافسا على كل البطولات. هنا الصورة على الحارس الصيداوي، نعم الصورة على كل اللاعبين الذين قدموا موسما كاملا رائعا برفقة بلاطة. أبو حبيب حتى الآن ما زال متأثرا، أبو حبيب حتى الآن يعني تظهر هنا الابتسامة. أبو وردة هنا نضال أيضا أحد الإداريين بفريق بلاطة، الحارس البديل، كلهم أمانة قدموا موسما استثنائيا. فادي لافي الذي كان لديه البصمة كبيرة كانت لهذا الرجل، عفوا كمال حمدان الإداري وليس نضال، كمال حمدان الإداري المساعد للمدرب خليفة الخطيب. صراحة كلهم قدموا موسما استثنائيا لفريق بلاطة من ناحية المتعة، من ناحية المتعة والإثارة والندية. وكلهم شاهد هنا كأس فلسطين المركز الثاني. نعم هنا صورة للكابتن نضال البدرساوي، كأس الوصيف مقدمة طبعا هنا من قبل السيد أبو رامي جبريل الرجوب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، وصورة تذكارية لكأس الوصيف كأس المركز الثاني بالنسبة لفريق بلاطة. أدهم أبو رويس كلهم قدموا، كلهم كانت لديهم متعة خالصة في هذا الموسم لفريق بلاطة. الآن المارد الأحمر، الآن فريق الأهلي، فريق البطل، بطل كأس فلسطين، سيصعد منصة التتويج ليحمل الكأس الأغلى برفقة أغلى مدرب استيفانو. الآن برفقة استيفانو هذا المدرب الذي استطاع أن يوصل الأهلي لأول مرة إلى نهائي الكأس، والآن سيحمل هذا الكأس. نعم اللاعب أحمد ماهر سيحمل الكأس لثاني مرة مع فريقين مختلفين. أيضا اللاعب محمد أبو داود سيحمل الكأس لثاني مرة بعدما فاز برفقة الهلال. أحمد ماهر فاز برفقة الظاهرية والآن سيفوز برفقة الأهلي. محمد أبو داود فاز برفقة الهلال والآن سيفوز برفقة الأهلي. نعم كل منهم يتذوق طعم الكأس فعاد ليتذوقها من جديد. هنا عبادة عمر، هنا جمال علان، هنا كل اللاعبين الحاضرين، هنا مصعب أبو سالم، وهنا كفاح الشريف رئيس النادي، رئيس نادي أهلي الخليل الذي يصافح اللاعبين ويشد على أزرهم ويهنيهم ب الفوز الغالي والثمين. ولاحظ العناق وكأنه بالفعل هو إنجاز، يعني إنجاز كبير للأهلي الخليلي في هذا الموسم بأن تكون بطلا لكأس فلسطين في هذا الموسم. نعم إنجاز كبير. فايز عسيلي الذي قدم أداء رهيبا في المباراة واستطاع أن يسجل ركلة الجزاء. هنا مراد أبو ميزر وأسماء الصغار لفريق الأهلي الخليلي، هنا وائل مرسات، هنا لاعبي صغار الأهلي حتى الآن. هنا جمال علان الذي يعانق كفاح الشريف بطريقة جنونية، يعني الله أكبر، البكاء ما زال مستمرا من جمال علان بعد إهداره لركلة الجزاء. دموع الفرحة ودموع الانتصار ودموع الانتصار بالنسبة لفريق الأهلي. نعم 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 فريق الأهلي انتصر بقيادة هذا الرجل استيفانو الذي استطاع برفقة هذا المارد الأهلاوي أن يصل إلى منصة التتويج كصاحب المركز الأول في بطولة كأس فلسطين. هنا أحمد ماهر، نعم الذي يعانق رئيس النادي وهو من أحد أسباب الانتصار لهذه البطولة. عزم الشويكي كلمة السر، كلمة السر عزم الشويكي الذي تصدى ل
معظم ركلات الجزاء في الركلات الترجيحية. كل فريق الأهلي يتوج، نعم يستحق التتويج. كابتن الفريق سيكون خلدون الحلمان لحمل هذه الكاس الغارية. نعم خلدون الحلمان يتوج بطلا لكأس فلسطين. هنا التتويج ما زال مستمرا، وما زال معظم لاعبي الأهلي يصعدون إلى منصة التتويج لهذه البطولة. نعم هنا ما زال الحديث ما بين خلدون الحلمان وفادي إدويك، ونعم خلدون حماس يحمل كأس البطولة، وسيسلمه طبعا من قبل رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم أبو رامي السيد اللواء جبريل الجوب، سيسلم الكأس لكابتن الفريق خلدون الحلمان كابتن فريق النادي الأهلي، بطلا لكأس فلسطين. الأهلي بطل هذه الكأس الغالية، بطل كأس فلسطين. نعم خلدون الحلمان يرفع هذه الكأس الغالية، هذه الكأس التي توج فيها فريق الأهلي عن جدارة واستحقاق كبطلا لكأس فلسطين. ها هو المركز الأول يرفع برفقة لاعب الأهلي. نعم توج هذا الفريق بهذه الكأس الغالية، وهنا لاعب ومشجع من أحد مشجعي فريق الأهلي يجري في ملعب اللقاء ويحمل علم الأهلي ويحتفل بعلم الأهلي، وهنا فريق الأهلي توج كبطلا لهذه الكأس. ألف مبروك لكأس فلسطين للنادي الأهلي. النادي الأهلي توج في هذه البطولة أخيرا بعد عناء طويل لفوز في بطولة في دور المحترفين أو حتى في كأس فلسطين، وهو الآن يتوج كبطل لكأس فلسطين. أود أن أستغل هذه الفرصة لكي أشكر كل من عمل معنا في طاقم فلسطين الرياضيا، أود أن أشكر كل المصورين، أود أن أشكر كل مهندسي الصوت، أود أن أشكر طبعا مدير الفضائية الرياضية وائل رمانة، وأيضا محمد علوي الذي كان في الاستديوهات التحليلية، وأيضا محمد الترتير ومصعب أبو سالم، وأيضا زميلي خليل جد الله المعلق الرهيب، واستعدت كثيرا بأن أكون زميلا لهذا المعلق، وأيضا زميلي العزيز مهند قفيش المعلق أيضا تلفزيون فلسطين الرياضية، وأيضا أود أن أشكر مخرجي اللقاءات التي كانت معنا رفعت حميد وسائد نصر، كل التحية وكل التقدير لكل من ساعدنا في إنجاح كل مباريات هذه المباريات التي كانت تنقل عبر شاشة فلسطين الرياضية، سواء في بطولة دوري جوال المحترفين أو حتى في بطولات كأس فلسطين. وهذه طبعا سيكون آخر لقاء بالنسبة لهذا الموسم حتى نلقاكم في ذلك